السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن مواليد برج الميزان لشهر يناير الشهر القادم علينا بخير. هنشوف دلوقتي اخبار برج الميزان الفتره اللي جايه باذن الله تكون خير. انزلوا بالصلاه على الحبيب وباللايك الجميل ونشوف مع بعض الاخبار. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. اللون عندك غامق، ده بيدل ان انت عندك انفراجات او انت بتدور على انفراجات. دايما اقول لك خلي بالك من واحدة كبيرة في السن عندك، عمالة تقول هي بتحبك، عمالة تدعي ان هي ملهاش غيرك، وهي كلامها كتير، بتحب تتكلم، دايما بتحب تتكلم عن الحاجة اللي عملتها. عندك بعض المواجهات او بعض المنافسات، بعض الكلام اللي عندك في حياتك دي فترة طبعا وكله هيعدي. عندك هنا خروج من هم، خروج من كسرة قلب، خروج من صدمة، خروج من حاجة معينة عندك في حياتك هتخرج منها الايام اللي جاية، وهتدخل على فرحة جديدة طال انتظارها الفترة اللي جاية، علشان هيكون عندك بعض التغيرات او بعض الامور الحلوة اللي بقالك مدة بتسعى علشان تحقق منها اي حاجة. فما تقلقش خالص، علشان الايام اللي جاية هيكون عندك اثبات حقيقة مع نجاح في دراسة حلوة جدا باذن الله. حط توقعاتك بانتصاراتك وابدأ حياتك، ما تخليش اي حد يسيطر عليك ابدا مهما يطول او مهما يكون، علشان لو انت فضلت مركز على اللي هم او مركز على الحاجات السيئة اللي في حياتك هتتعب نفسيا وجسديا. الفترة دي ممكن يكون عندك خطوبة حلوة، في هنا حالة من القلق او حالة من التوتر على ام، على اب، على حد مريض. ما تقلقش، الحد المريض ده ان شاء الله باذن الله ربنا هيطول في عمره وهيكون ليه العمر الطويل في حياته. بعض الطاقات عندك بسبب الوسواس والقهر والظلم اللي انت شفته، انت حاليا خلي بالك مش عارف تاخد حقك، مصدوم من شخص كان حبيب ليك واكتشفت ان هو بيتكلم عليك في ظهرك، وده اللي مصدمك او الصدمة الكبيرة. وعلشان كده انت بتعاني من تعطيل وبتعاني من فراق، وده السبب الرئيسي اللي عمل لك نقطة ضعف في حياتك. انت ملكش نقطة ضعف، انت قوي، ولما بتقع وبتحس انه خلاص فاض بيك بتكون دي بداية جديدة لحياتك. اكبر عذاب ممكن تعيشه عذاب الضمير. الضمير عندك بيخليك، انت بيقولك انت غلطت، بيخليك ممكن تعمل اي حاجة ولا بتقول لهم عجبوني ولا اني اخد عذاب الضمير فعلا. طيب عايزاك تاخد حذرك كويس جدا كويس جدا الفترة اللي جاية من احلام مليئة بالكوابيس، من احلام مليئة من انت مخنوق ومتضايق، فبلاش الكلام الفاضي اللي بيدور في حياتك. عندك هنا اللقاء، واللقاء ده من اول مقابلة هتحس ان الاشخاص دول اللي انت قاعد معاهم دخلوا قلبك وانت دخلت قلبه. قلبك نظيف خلي بالك، ومازال، بس انت تعبت من كلامهم، تعبت ان انت ما تستاهلش منهم كده، تعبت ان انت اتخذلت بعد ما حبيتهم وبديتهم على نفسك. يعني انت بديت اشخاص عليك وما خدتش منهم غير الظلم والغدر والخيانة. خلي بالك انت هيكون عندك عزومة حلوة، او هيبقى عندك قعدة حلوة، العزومة دي هتاكل اكلة انت بتحبها وهيبقى في كلام بينكم. واقدر اطمنك وابشرك ان الموضوع اللي في بالك محتاج حبة وقت، محتاج حبة صبر. هتقول انا صبرت صبر، وان شاء الله باذن الله هتلاقي ربنا جبر بخاطرك علشان انت صبرت كتير فعلا، ومن كتر ما انت صبرت ربك هيكرمك وهيوسع رزقك. بس هدي اعصابك، اختياراتك لالوانك تمام، اختياراتك لاكلك وشربك تمام، بس اختياراتك للناس سوء، اسوأ سوء اختيار. يعني انت اختياراتك لكل حاجة تمام، حتى لما بتختار حاجة لحد بيقولك دي تمام، بس اختياراتك للاشخاص اللي انت في حياتك مش تمام خالص. اقارب وعقارب بيراقبوا حياتك بأدق التفاصيل،
ودايما ناظرين لك نظرة حقد وغل. خلي بالك انت من اكتر الاشخاص اللي نجمهم خفيف، وديني بقولك. عندك هنا كمان حب هتوزعه على اشخاص. خلي بالك انت مهما بتعمل محدش بيتمر فيه حاجة، فما تفضلش تعمل حاجات يعني ملهاش اي حاجة في اي موضوع. يعني انت مهما بتعمل مفيش حد بيتمر فيه حاجة من اللي انت بتعمله، فما تجيش على نفسك علشان تراضيهم، هم اصلا مش هيرضوا. فكبر دماغك وركز بس على هدفك، وما تسمعش كلام اي حد ممكن يأذيك. عندك هنا تفاهم، هيبقى في تفاهم بينك وما بين حد، وهيبقى في حظ حلو، وعلشان انت هنا ناوي ومتكل على ربنا. ناس كتيرة جدا بتسألك عايز ايه من الدنيا، ناس كتيرة جدا بتسألك ايه اللي انت مستنيه، انت بترد بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في اي حد ممكن يأذيني، في اي حد ممكن يفكر ان هو يعمل لي مشاكل وانا كويس معاه. انت بس سيبك من اي حاجة ممكن تأذيك، وركز على الهدف. طول ما انت عندك هدف وعندك حلم هتلاقي الدعم. انت اجمل ما فيك ان انت الايام دي ومازال بتطلع ناس وتطردهم من حياتك، وطول ما انت بتطلع ناس وبتطردها من حياتك هتكون دايما في تألق وفي اخبار سارة. في هنا كمان شمعة، الشمعة دي هتنور الطريق العتمة اللي في حياتك. بس قول لي انت ليه عندك ندم، ندم في بعض الامور كده، وتيجي ساعات بتحس ان انت يئست، ولما بتيأس بتلاقي رغبة ان انت بتعيد تحسناتك تاني، وبتحاول كده تاخد قرار مختلف، تاخد قرار تغيير، الله اعلم. بس انت عندك ندم، يا هل ترى ايه اللي ندمان عليه؟ ندمان على حاجة عملتها وزعلت، ندمان على موضوع اخدت فيه قرار وما كانش ينفع تاخد فيه القرار. مش باين قوي بس انت عندك ندم، والندم ده واخد لك جزء كبير. فياريت تهدي اعصابك، هدي اعصابك خالص الفترة اللي جاية. انت هيجي لك تعويض طال انتظاره، ما تقلقش وما تستعجلش، علشان الاستعجال اخره ندم، والقرارات الغلط دايما اقول لك اخرها ايه؟ ندم. فارمي ورا ظهرك علشان خاطر ربك هو اللي بيدبر لك المواضيع وبيدبر لك كل الامور اللي في حياتك. بص، الشخص المنافق، الشخص المنافق اللي بيتبدل اضواءه عليك، ما تسمعش كلام حد، وما تتسلمش نيتك لحد، وبلاش يكون قلبك طيب مع ناس بيأذوك، مع ناس بيتكلموا عليك. ما تفضلش طول عمرك قلبك طيب، خلي بالك من نفسك الفترة اللي جاية، علشان خاطر هيكون عندك كذا حاجة انت هتحققها، كذا حاجة انت هتكون فيها تغيرات لحياتك، مع دعم، اوراق هتتبدل، طاقات هتتوزع، اخبار سارة، الله اعلم. بس هيكون عندك الاضواء عندك متسلطة عليك، ومعنى ان الاضواء هتكون مسلطة ان انت هتكون صاحب عزيمة، صاحب قوة، صاحب ارادة خارقة، الله اعلم. السكة اللي انت مختارها طويلة، فما تيأس منها ابدا، عشان اليأس هيجيب لك ندم. فبلاش ان انت ابدا تيأس في طريق انت اخترته، لا، كبر دماغك وركز على هدفك، وركز على اي حاجة ممكن تحس ان هي ممكن في يوم من الايام تأذيك، لا، اشتغل اشتغل، علشان الطاقة اللي فيها فرق هتتوزع عليك، وهيجي لك مال، والمال ده هيكون اخر صبرك. نشوف الفنجان هيقول ايه. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. دايما اقول عليك ان انت شايل مسؤولية ومزاد، وحرفيا انت الايام دي عندك ضغط نفسي رهيب، او صراع، مش ضغط نفسي بس، انت هنا عندك صراع. عايز اقولك ان السنين اللي فاتت من عمرك دايما كنت محاصر، هنا عندك تحرير من علاقة او تحرير من مواضيع. ناس كتيرة جدا اذتك، اشخاص كتيرة جدا اذوكم، يعني انت شفت في حياتك، بمعنى ان انت شفت كتير ظلم، حصل عندك عراكيل كتير، دايما كانت دموعك ما بتنشفش ابدا، بس عندك انتصار. والشخص
اللي ربنا هيكرمك بيه هيكون عوض عن كل اللي انت شفته في حياتك. انت ما كانش عندك علاقة بتكمل، ما كانش فيه ارتباط بيتم، ممكن تكون خطبته اكتر من مرة، حصل مشاكل كتير، ما فيش اي علاقة بتكمل، وده بسبب ان العيون محصداكم ورصدة في حياتكم. الايام اللي جاية هتكون فترة دعم حلو ليك والمعظم قراراتك اللي انت هتاخدها، فما تقلقش ابدا ان انت هيكون عندك امور هتتظبط وتغيرات هتطلع من الضغط النفسي اللي انت بتمر بيه حرفيا الايام دي. عندك مشاكل في صحتك، تساقط شعر، عندك ارهاق، والخمول والكسل واخد جزء كبير في حياتك. لازم الفترة اللي جاية دي ان انت تهدي نفسك. انت عندك هدف بتسعى عليه علشان تحققه، يعني بتشتغل اكتر من شغلانة، انت جاي على نفسك في الشغل قوي الايام دي، جاي على نفسك علشان حاطط هدف قدامك، حاطط ان انت تشتري ارض، تشتري بيت، حاطط ان انت تنقل من المكان اللي انت فيه، عايز تشتري عربية، داخل جمعية هتقبضها، الله اعلم. انت شخص صادق في حياتك، شخص واثق من قدراتك، ودايما شايل مسؤولية كل اللي حواليك، ومحدش بيشيل مسؤوليتك. في خلاف بينك وما بين اخ، او بينك وما بين اخت، في خلاف، عندك اخت حقودة بتحقد عليك، وعندك دايما اقولك وهفضل اقولك مرات الاخ دي زي الحية، بتتبدل الوانها وتتبدل وشوشها. مرات الاخ دي معاك حبيبة وصديقة، بس من وراك حقودة وبتتكلم عليك وبتأذيك. انت الفترة دي من اجمل الفترات اللي عندك، علشان هيكون فيها نقلة جديدة لحياتك. عايز اقولك ان انت مستني تطلع من الصراع اللي انت مدخل نفسك فيه، انت مدخل نفسك في صراع كبير لدرجة ان انت مش قادر تستحمله. دايما كانت بيجيلك مشاكل ومازال بيجيلك مشاكل من ابراج ترابية، الابراج الترابية دي ازياج بطريقة كبيرة وواخدة جزء كبير من حياتك، فياريت الفترة اللي جاية تهدي أعصابك وتهدي نفسك، علشان خاطر اللي فيك مكفيك ومش محتاج مشاكل انت لحياتك. انت محتاج الفرح، محتاج الهنا، محتاج تحصد من اللي انت زرعته الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية هتكون فترة راحة ليك من بعد الدعم اللي انت مريت بيه. انت هنا خلي بالك ان الفلوس عندك متبخرة، الفلوس عندك ما بتقعدش أبداً، الفلوس عندك على لو على قد ما بيجي على قد ما بيروح. ليه؟ علشان انت محطوط في خانة الانتظار، محطوط في خانة ان انت دايما العيون عليك ومراقباك، ودايما كان بيبقى في مشاكل مع اشخاص، مع اشخاص في مجال شغلك، مع اشخاص في مجال حياتك، الله اعلم. بس انت هنا قلبك مكسور يعني، ودماغك مكسومة نصين من كتر التفكير. ما تفكرش كتير، ما تفكرش كتير، اللي انت عايزه هيحصل. الايام اللي جاية عايزاك وانصحك ان انت تمسك على ايدك شوية، تمسك على مصاريفك شوية، ما تكونش مبذر زيادة عن اللزوم، امسك على ايدك علشان تحصد الخير اللي هيجيلك. خلي بالك انت الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت لازم تاخد فيها القرار الصح في خروج علاقات من حياتك او خروج حد من حياتك، فانت لازم تاخد القرار علشان تطلع الشخص الغلط اللي بيلعب عليك وشوش كتيرة في حياتك. بتتبدل الاضواء، يعني انت عندك تبادل الاضواء، فياريت تهدي اعصابك من اي ضغط بيعوم في حياتك، وتركز بس على الهدف، وتركز بس على الحلم اللي انت شغال، اللي انت عايش عشانه. حياتك كلها هتكون كتاب مفتوح، وفعلا حياتك اصلا بالنسبة للاشخاص اللي بيتدخلوا كتاب مفتوح. ما تكونش، ما تخليش حياتك كده، لا، ركز على الهدف، ارمي ورا ظهرك، انت سهمك رمي لقدام وبترجع خطوة لورا علشان تصطاد صح، فما تقلقش، انت هيكون في تقدم. عايز اقولك انه في حد ندمان على فراقك، حد ندمان ان هو خسرك، حد ندمان ان هو سابك، وهيجيلك ندمان وهيعتزلك. عندك حد من ابراج ترابية هيعتزلك، زي ما بقولك كده هيعتزلك. الفترة دي انت هنا منتظر، منتظر انتصار، منتظر تطلع من الهم والغم اللي انت شايله، منتظر
تغير من الطاقات اللي انت بتمر بيها حرفيا الايام دي، علشان تعبت واتخذلت اكتر من مرة من ورا ناس كانوا عاملين لك عراقيل، ورا ناس كانوا مدخلينك في طاقة سلبية. شايف انت هنا مضغوط، مضغوط في تعب، مضغوط في امور. اكتر ناس كانوا بيعملوا لك سحر وكان كنت دايما بتحس بالعراقيل هم اهل الشريك. انت اهل الشريك هم اللي كانوا بيحسدوك وكانوا دايما بيوزعوا عليك طاقة سلبية. خلي بالك من نميمة ومن قال وكيل. عندك هنا ام الشريك حياتك. ام الشريك حياتك دي عايزة اقولك ان هي عقربة، يعني عقربة بجد. دايما كده بتبدي ناس عنك، او دايما كده بتحسها غريبة في الكلام، شخصية مش لذيذة مش مقبولة. فياريت تخلي بالك، خلي بالك من سلفة. السلفة دي حية، حية وتعبانة وبتعمل وشوش كتير مش لطيفة. دايما اقولك وهفضل اقولك، عندك حرف الالف، حرف الالف، حرف الميم، حرف الواو، وحرف العين، وحرف النون. دول موجودين في حياتك، دول مفيش حد منهم كويس. خلي بالك، لإما أشخاص لسه هتعرفهم وهتكتشف إن هم مش كويسين، لإما دول أشخاص في حياتك. فخلي بالك من نفسك وحط عينك في وسط راسك وركز على كل اللي انت بتمر بيه حاليا، واعرف ايه السبب. انت معروف عنك ان انت بتربط الاحداث ببعضها، شخصية قوية، شخصية جذابة في لفت انتباه الاخرين، وبتعرف ازاي تتعامل. مش سهل ابدا ان انتوا تضحكوا عليها. بص، الحسد الشديد اللي جاي لك، الحسد الشديد ده من اشخاص كانوا عاملين حبايب ليك. عندك عين قوية صايباك بالحسد، والعين دي من أشخاص ماشيين، يعني أشخاص كده أكلين معاك عيش وملح. الأيام دي من أكتر الأيام اللي أنت مركز فيها أوي أوي على قرارات كتيرة في حياتك. من أكتر الأيام اللي أنت بتخرج نفسك من حالة سيئة علشان تدخل في حالة تغيير حلو. في هنا كمان تحقيق أمنية، تحقيق الأمنية دي طال انتظارها. خلي بالك، انت من وقت للتاني بتحس كده بحاجة ماسكة رقبتك ومش قادر تاخد نفسك. خلي بالك من النغزة اللي بتجيلك في قلبك من غير أي سبب. مواجهات وتبديل أوراق، مواجهات وتبديل كلام عندك الأيام اللي جاية، أو تبديل أشياء مختلفة. الله أعلم، في أشياء هتتبدل. انتوا هنا عندك سلطة، سلطة في مال. انا شايف ان المال هيكون جزء كبير جدا من حياتك الفترة اللي جاية، علشان هيكون في دعم، والدعم ده هيكون خير، والخير ده هيجيلك من ورا فلوس انت هتاخدها. الايام اللي جاية انت هتمشي في طريق، او انت حاليا ماشي في طريق، الطريق ده كله خير ليك. خلي بالك، الطريق ده كله خير وكله فرحة، ما تقلقش. الاضواء عندك هتكون متسلطة على حكمك انت بنفسك. انت بدأت تعد في العدد التنازلي علشان تحصل على الرقم القياسي اللي انت بتمر بيه. انت هتاخد جايزة، هتاخد جايزة حلوة، علشان في حد هنا بيحضر لك هدية او بيحضر لك مفاجأة، والمفاجأة دي هتفرحك قوي قوي، وهتخليك تطلع ناس من حياتك يعني هتطلع ناس من حياتك وموجودين في حياتك علشان خاطر بس يتكلموا عليك، علشان خاطر بس يوقعوا بينك وما بين شريك حياتك. دايما اقول لك طرف ثالث، والطرف الثالث ده بيلعب عليك. طرف ثالث عامل حبيب وعامل ان هو صديق، بس هو طرف يعني انت بتحكي له وبيعرف ازاي تخليك تحكي له. فياريت تخلي بالك من نفسك، لان الطرف ده كذاب وكل يوم بوش وعايز يغدر بيك. انت هنا بدأت تاخد بعض الراحة علشان تفكر ليه انت بتتردد في معظم قراراتك، وليه انت بتتردد في معظم الامور اللي في حياتك. وعلشان كده مش هيكون عندك تردد تاني، هتحمل امور جذرية، امور هيكون فيها تغيرات ليك انت مش لحد. انت زي ما قلت لك الاضواء متسلطة عليك، وبتفكر قوي وبتخطط
بالورقة والقلم لمستقبلك، بتفكر بطريقة كبيرة جدا لمستقبلك، بتفكر قوي، فمش عايزالك التفكير. انت الفترة دي بتحاول تبعد قلبك وتفكر بعقلك اكتر، وبدأت تاخد الامور بجدية اكتر. خلي بالك من اللي انا بقوله لك، وعلشان انت بدأت تاخد الامور بجدية اكتر لازم تفكر في مستقبلك بشكل مختلف، وبلاش تركن حاجة ورا حاجة علشان انت مش ناقص، اللي فيك مكفيك. هقولك كمان ان انت بدأت تعلن حربك، وبدأت هنا تطلع برضو اشخاص عن حياتك بتعوت مصالح، بيلعبوا عليك طاقات، بيلعبوا عليك حاجات، اشخاص بتعوت مصالح وبيدعوا ان هم بيحبين لك الخير، بيدعوا ان هم حابينك، بيدعوا ان هم بيدعوا حاجات كتيرة جدا تحسها ان هي مش موجودة في شخصيتهم، مش موجودة معاهم. فطبعا انت ملكش دعوة بالناس دي خالص، عشان الناس دي ناس مش كويسة، ناس بتعود مشاكل. عايز اقولك ان انت لو مستني حد يساعدك بالفعل هيكون عندك مساعدة من بعض الاشخاص الجدد، من بعض الاشخاص اللي هم دايما بتلاقيهم بيحبوا يساعدوا الغريب. هتشوف كمان يوم الايام اللي جاية دي هيبقى الوضع عندك متحسن جدا، علشان خاطر هتعمل حاجات جديدة او اشياء جديدة، وبإذن الله هتاخد طاقة ايجابية او طاقة فرج، طاقة حب، طاقة حنان، هتدخل في كذا طاقة عندك، وكمان هتبشر بتبشرات حلوة جدا، هتعود لحياتك بالكامل مع تحسين كذا وضع. يعني اقدر اقول ان الطاقة اللي جاية لك دي هتخليك تواجه وتفتح قدامك بيبان متقفلة، وكمان هتدخل على باب حياتك السعادة، وهتشكر ربنا في يوم من الأيام بالأمور اللي حصلت علشان خاطر تطلعك من المشاكل وتنجيك من الهموم. خلي بالك انت مازال بتعافر، يعني انت حاليا برضو مش معنى ان انت عافرت فانت خلاص، لا، انت مازال بتعافر ومازال شغال على نفسك. يعني انت ممكن يكون عندك استعداد ما تاكلش ولا تشرب، بس تشتغل وتعافر وتجاهد وتبني وتعمل حاجات كتيرة جدا، حتى لو انت ممكن تكون مهمل في نفسك، مهمل في صحتك، مهمل في اكلك، في اي حاجة تخص حياتك، بس بتدي كل حاجة حقها. طيب لما انت بتدي كل حاجة حقها، ما تدي لنفسك بعض الراحة، تدي لنفسك بعض الامور اللي ممكن تغير من تفكيرك في حياتك. ركز على طاقتك وركز على تغيراتك، وما تسمعش لحد ابدا، علشان مهما طال الانتظار هيكون اخره جبر لحياتك، وهيكون اخره خير، علشان انت طال مدة الانتظار عندك وطال مدة التحقيق. خير وفرحة وتعويض من عند ربنا. وبالنسبة للقلب المفتوح عندك ده، القلب ده هيكون قلبك انت، وزي ما قلت لك انت دايما قلبك ابيض، وطول ما قلبك ابيض هتلاقي الحب بيتجدد لحياتك من تاني، وهتلاقي طاقة الحب والفرج والحنان بتتوزع عليك، وهتلاقي كمان خير من حيث لا تحتسب الايام اللي جاية، علشان خاطر انت اتظلمت اكتر من مرة واتغدر بيك وخاب ظنك في حاجات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت، فما تقلقش خالص، وطلع القلق والتوتر من حياتك بالكامل، علشان تقدر تبص للجزء الحلو اللي جاي على حياتك مع التقدم، مع الخير والفرحة والرزق الطويل، مع تغيرات كتيرة حلوة. ودي طبعا انا ببشرك بيها، عشان انت عندك هتبدأ في حياة جديدة عكس اللي انت فيها حاليا، لإما هتطلع من نقلة المكان، لإما هتبقى عندك لم شم، هيبقى عندك كلام، عندك بعض المواجهات، مش هيبقى فيه خسائر عليك الفترة اللي جاية دي خالص، علشان هتثبت وجودك وهتعزز من نفسك في كذا موضوع وفي كذا حاجة بإذن الله بفضل ربنا. وبكده نكون خلصنا قراءة برج الميزان. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت مرادكم، وانتظروا مني الفترة اللي جاية كل ما هو جديد من أجل عيونكم.